خلينا في البداية بعد إذنك ندي بس إيه ده بريف تعريف بسيط للناس اللي بيتابعونا عن خلفية حضرتك الرياضية، كنت بتمارس أنهي رياضة تحديدا في ألعاب القوة، وأهم الإنجازات اللي أنت شخصيا حققتها قبل ما تنتقل بقى للعمل الإداري. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللعبة اللي أنا يعني تفوقت فيها وحبيتها وحبيت إن أنا أمارسها هي ألعاب القوة، والتخصص في ألعاب القوة بالذات الرمي، وهي دفع الجلة. والحمد لله بدأت ألعب رياضة وألعب ألعاب القوة من سنة 92. 93 لعبت بطولة إفريقيا، 94 لعبت بطولة العالم في برلين. حققت فيها بالسرعة دي سنة واحدة بطولة إفريقيا، يعني الحمد لله بتبقى فيه إمكانيات الجسمانية بتاعت اللاعبين لما بيبقى فيه إنسان مؤهل إن هو يتفوق، بتبقى المواصفات اللي هي الرياضية بتبقى مؤهلة، بتبقى الحاجات اللي هي البسيطة اللي ممكن تتبلور مع الجهاز الفني يقدر يحقق البطل إنجاز اللي يتشرف به إن هو يحققه لبلده. يعني لعبت بطولة العالم في برلين 94، و95 لعبت بطولة إفريقيا، وكانت بقى كان كل ده بستعد عشان ألعب الدورة البارالمبية أطلانتا 96. حققت فيها برونزية، رئاسة الدولة ادتني وسام الرياضة وادت للفريق كله، لأن احنا كنا ألعاب القوة 17 لاعب رجعنا ب 17 ميدالية ما شاء الله، وحققنا أرقام مميزة أشاد بيها الشعب المصري والعالم كله بالإنجاز. 97 لعبت بطولة إفريقيا، و98 لعبت بطولة العالم في إنجلترا في برمنجهام، حققت برضو المركز الرابع في دفع الجلة. وبدأت ان انا يعني احس ان انا يعني اطاري ان انا ابدا اشتغل في الجهاز الاداري، وان انا ابدا اشوف الشق الاداري، لان انا بكالوريوس تجارة، ماجستير في ادارة الاعمال، وامين عام كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ. فالشق الاداري حسيت ان انا عايز اضافة ان انا اضيف فيه، فكان الترشيح ان انا اخش انتخابات اللجنه البارالمبيه السابقه، وان انا انجح وان انا اكون عضو في اللجنه البارالمبيه، واتشرف ان انا مثلت مصر وانا لاعب، وان انا بمثل مصر دلوقتي وانا في اللجنه البارالمبيه ممثل كعضو مجلس اداره، اقدر اضيف للرياضه البارالمبيه. يعني انا من الحاجات اللي انا بسعى اليها الشيء اللي انا ما قدرتش ان انا احققه وانا لاعب، اتمنى وانا مسؤول ان انا اقدر اضيفه للابطال البارالمبيين، لان احنا ساعه ما بنبقى رايحين بنمثل علم مصر ده استاذ كريم حاجه تانية خالص. ان انت ترفع علم بلدك في المحفل الدولي اللي انت بتمثل فيه ده بيبقى شعور رائع بالنسبه للرياضي. يعني انتوا اصلا يعني بتمثلونا وبترفعوا علم مصر واسم مصر في تقريبا معظم المحافل الدوليه، وبتجيبوا لنا كمان، وده اللي عايزه اقف عنده شويه لانها حاجه انا وكريم لاحظناها واتكلمنا عنها اكتر من مره ولسه لحد دلوقتي مش فاهمينها. انتوا اصلا اللي بتجيبوا لنا اعداد ميداليات اكبر بكتير من الاولمبياد العاديه وابطالنا اللي بيشاركوا في الاولمبياد، فليه دايما البارالمبيين بيجيبوا او بيحصدوا او بيركزوا اكتر في البطولات الكبيره وبيحصدوا يعني عدد ميداليات اكبر؟ حقيقي نفسنا نفهم ليه. هي نقطة واحدة بس، إذا بتبقى دخلة ذريعة جوانا إحنا كأبطال بارالمبيين، إن نثبت للعالم ونثبت للي بيشوفنا إن مفيش حاجة اسمها إعاقة. صحيح. الإعاقة دي أنا بعتبر الإعاقة اللي عند الإنسان هي الطاقة اللي بتدفعه إن هو يحقق ذاته. إحنا بالنسبة لنا لما كلام حضرتك الجميل والرائع بيتوقف لجزئية واحدة بس، لما بنيجي واحد انا بعتبر الاعاقه اعاقه ذهنيه اللي في الراس بس، اما بالنسبه لنا احنا كواحد اعاقه طرف اطراف معينه، انا معلش يعني كل ذوعها جبار. انا بعتبر المثل ده حقيقي. جبار في ايه؟ جبار في ان هو يثبت للناس كلها. يعني انا مثلا عندي الاعاقه وانا مثلا صغير، عايز اقول للي حواليا كلهم برياضتي وان انا احقق واجيب ميداليه بارالمبيه ميداليه اولمبيه، ويجي رئيس الدوله يكرمني في رئاسه الجمهوريه ويديني وسام الرياضه، وتبدا البلد تهتم بالفئه ديت. احنا معلش يعني الفترات اللي احنا بنعيشها دي اسهى فترات تخص ذوي الهمه. ليه؟ بقى لنا كذا سنه كمان. القياده السياسيه، يعني انا شاركت من اطلانتا 96، وهنا احنا الفترات اللي احنا بنمر بها حاليا
بقت حقوق حتى المكافأة بتاعت الميدالية دلوقتي. يعني احنا كنا بنلعب كان المعاقين بياخدوا مكافأة والأسوياء بياخدوا مكافأة. حاليا القيادة السياسية ووزارة الشباب يعني ادت إطار ان مفيش تفرقة ما بين البطل البارالمبي والبطل الأولمبي.